مرحبا بك في دار البرلمان في سبينغ ستريت في ملبورن. هذا هو المكان الذي تسن فيه قوانين فيكتوريا والذي يتناظر فيه ممثلون في الأمور التي تخصنا جميعا. بنيت دار البرلمان أثناء فترة حمى البحث عن الذهب في القرن 19. عمل الكثير من الناس في مناجم الذهب في فيكتوريا، وتعتبر إنجازاتهم جزءا من تراث ولايتنا الغني. ترى هنا على جدار البرلمان الورقة الذهبية التي استخرجت من مناجم الذهب خارج ملبورن. اجتمع البرلمان لأول مرة هنا في عام 1856، وتعقد انتخابات البرلمان في الولاية كل 4 سنوات. لدينا مجلسان تشريعيان في البرلمان، ولابد لكلا المجلسين أن يوافقان على القوانين الجديدة أو على التعديلات التي تطرأ أو تدخل على القوانين الحالية حتى تصبح قانوناً. Legislative Assembly، أي مجلس النواب، وبها 88 عضواً. والحزب السياسي الذي يتكون من أغلبية أعضاء مجلس النواب هو الذي يشكل الحكومة، ورئيس الولاية يكون أحد أعضاء مجلس النواب وهو يكون رئيس حكومة الولاية. ويجلس على الجانب المقابل رئيس المعارضة في برلماننا، حيث يراقب جانب المعارضة أعمال الحكومة عن طريق طرح الأسئلة على وزراء الحكومة. وقت الأسئلة هو أحد الجلسات المستحبة التي يفضل الناس المجيء لمشاهدتها. تطرح الأسئلة على رئيس الولاية والوزراء، وممكن أن تكون المناظرة مفعمة جداً بالحيوية والنشاط. الهيئة التشريعية العليا Legislative Council، أي مجلس شيوخ، والذي به 40 عضواً، وهو الذي يقوم بمراجعة القوانين التي يصرح بها مجلس النواب. أي قانون يعتمد أو يصدر من قبل الهيئة التشريعية الأولية والهيئة التشريعية العليا يجب أن يصادق عليه من قبل حاكم ولاية فيكتوريا قبل أن يصبح قانوناً، لأن حاكم ولاية فيكتوريا يمثل الملكة. في برلماننا الكثير من اللجان أيضاً، حيث يعمل أعضاء من جميع الأحزاب السياسية معاً للوصول إلى توصيات تساعد على حل المشاكل التي تواجه المجتمع. فهناك لجان تختص بالصحة والتعليم والاقتصاد والأسرة والمشاكل الاجتماعية، وتدعو اللجان المواطنين من جميع المكونات للتحدث معهم حول المشاكل التي يواجهونها، حيث تقوم بدراستها وتقدم بعد ذلك تقاريرها للبرلمان. نرحب بك دائما لمشاهدة مجريات البرلمان أثناء اجتماعاته أو القيام بجولة عامة. بالإضافة لزيارة البرلمان، يمكنك تتبع ما يحدث في البرلمان عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بنا أو من خلال موقعنا الإلكتروني. نأمل أن نراك في دار البرلمان قريبا. تحياتنا.